اخوان نهاركم مبروك وتحيه جميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. اليوم الاخوان كنتواجدوا في جمعه العرارشه بتاريخ 2022 شهر 12 في تسعود الاخوان. تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا مدوس العائله ولا الاخوان. تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا. كبير اخو رشيد كبير لاباس عليك، نهارك مبروك وجمعه مباركه عليك وعلى جماعه المسلمين كاملين اخويا. كيداير لاباس؟ شحال هاد الخيره؟ شكون عطا لك الرحالي؟ عطا لي الرحالي الاخوان، عطاه 42 تبارك الله 2100 درهم تبارك الله. اللهم وبرنا قابل اليوم شحال واحد؟ ثلاثة بحال هذا؟ رشات في الوجه، ما كاينش شي حاجة اللي لا كاين الحب فرق بين الفرق هذا الاخر تو هو يعني. الله يرحمه شي ارض الخايبين الله يرحمه. المعقول شي كاين الحب هذا الاخوان اللي كاين ثلاثة بحال هكا وكاين الناس هو راه الدواء ديالو راه كاين. حنا غنقولوا دابا تبارك الله اخوان في ثلاث الحبات بحال هذاك النوع اخوان. شحال قلت لي اخو رشيد؟ شحال قلت لي السيد؟ باقي معك سنوات 1000 بيناتكم 1000 ريال في الراس تبارك الله وقنع معناتها هو راه كيقود. والله ما سالك اخويا، باقي انا ما سالك باقي ما سالكش انت. الله يحسن العوان تبارك الله الاخوان. عطيه 42 بحال 2100 درهم، قال لي هو 43 بحال 2150 درهم. شحال من خروف هذه؟ سبعة الخرفان تبارك الله اللهم بارك. وقنع معاه ديروا شويه الملح في الطعام وقضوا الغراض. عندي واحد 20 ازدهامات ولي 30 ان شاء الله ودخلها للسوق جيب الله تبارك الله. وبالنسبه للاخوان عطوا واحد المعلومه، قال الدواء بالنسبه للحب راه كاين الشطابين راه كدير شي 6000 ريال الاخوان. الشطابين تبارك الله راه الناس كيستعملوها يعني راه مزيانه. والله سخر اخو رشيد تلاقى مع ذاك الراجل تا هو راك ترى هو تا هو راه معاك في الحفله راه ولد بلادك عارف. انا باقي ما سالتش والله باقي فلوسي كاين. ايوا بعوش تا هو عليك ها؟ لا كاين المليح تبارك الله اللهم بارك كاين المليح وتا هو رشيد كيدير المليح وداك الشيء كاين راه كتشوف فيه. الله يسخر اخو ان شاء الله تبيع ان شاء الله غادي مع عندك ان شاء الله غادي مع عندك ان شاء الله. الله الاخوان اللهم بارك كما كتعرفوا تبارك الله اليوم السلعه داخل السلعه المليحه تبارك الله. كاين المليح والثمن راه كاين الاخوان والمليح راه كاين تبارك الله. عاد خويا عثمان غنسولوا الاخوان شحال الثمن شطاو شي ربح ولا ما عطاوش تبارك الله. خويا عثمان كي داير؟ نهارك مبروك اخويا وجمعه مباركه اخويا. شحال الخير اخويا عثمان؟ 52 شحال؟ 52 2600 2600 الاخوان المشرى تبارك الله كامله باينه الثوب ديالها باينه اخويا كامله اغلى من هذه الاخوان ديال السرح. سعد الخرفان عطاوك شي ربح دابا ولا مازال؟ عطاوك شي ربح ولا مازال؟ مازال ما عطاوك الله يرحم والديك باقي ما عطاوش الاخوان ان شاء الله عطي النمره ديالك ان شاء الله تبارك الله. الاخوان كما كنعرفوا كاين المليح تبارك الله والثمن المليح فيه المليح فيه الثمن. سير اخو السعيد تبارك الله سير اخو السعيد عرفتهم كما كتشوف تبارك الله راه كاين الزين والمليح. عثمان داك الشيء ما لا حب لا ما ندوي عليه العيب. سير اخويا وري الناس وري داك الشيء اللي كاين وريه قلب اخويا الناس كتشوف. كلام الحق ما بغاش تبارك الله. تبارك الله لا تبارك الله كيف زيد 2000 زاد 10000 تبارك الله اللهم بارك. خويا عثمان قول سير على سير واحد تبارك الله سير. واحد لا لا تبارك الله العيب اخوان ما كاينش. مرحبا اخويا تبارك الله كلمه. خويا عثمان قول النمر ديالك اللي بغا نشوفها. 056 50 30 77 67 اللهم يسر اخويا عثمان الله يسر داك الشيء ليك تبارك الله. اخوكم كتشوفوا كاين المليح تبارك الله. واللي بغا انت اللي بغا شي حاجه اخويا عثمان حاجه اخرى مرحبا الله يسر تبارك الله اخوان اللهم بارك. وحاسبي على الاخوان عند خونا الشرقي كاع الناس اغلبيه الناس اللي كيتفرجوا عندي راه كيعرفوا الاخوان تبارك الله. كيدير غلام ديال الدراوش غلام مليحه غلام زينه تبارك الله. هانتوما كما كتشوفوا غلام الدراوش تبارك الله اللهم بارك. خويا الشرقي كيداير لاباس عليك؟ ها نهاركم مبروك اخويا وجمعه مباركه عليك اخويا. شحال اخويا الخير الشرقي؟ اخويا 26 و500 باش داز بعتيهم؟ الله يسخر 26 و500 الاخوان تبارك الله 1325 تبارك الله. شحال من خروف اخويا؟ شحال من خروف هي؟ وانا بعت لي 6 اييه هذوما اللي براس ما تقدرش تشريهم شفتهم اه. والما الاخرين؟ زيد هذا هو 500 باش داز اي زيد اييه
اقول دوي معايا هادو اللي حاضرين قلت 26 و500 تبارك الله. تيامان ديال الدراوش وغنم ديال الدراوش تبارك الله اللهم بارك. لا لا تبارك الله انت ديما سلعتك تبارك الله، راك ديري النقا والمليح حتى هما كيكون شويه مناسب مثلا تبارك الله اللهم بارك. اخوان 26 و500 باش تباعوا الله يسخر تبارك الله. لا كاين مليح اخو الشرق نبيت مليح تبارك الله والنقا خو الشرقي. قول النمر ديالك الا بغا شي واحد يستعب بحال هادشي 0673 04 65 56. تحيه لك اخو الشرق انت، تحيه للمشاهدين كامل الاخوان اللي عجبوا الفيديو. حنا من دابا مال المباراه هذه اللي عجبوا الفيديو تعاون معنا، حنا راه كنحاول المجهود ديالنا كنديروه معاكم والله يسر الجميع. الله يسخر اخو الشرق تبارك الله يا اخوان اللهم بارك تبارك الله وحسلي على اللهم بارك تبارك الله. كما كتشوفوا يعني هذه فقه من صالح الاخوان هذه تبارك الله اللهم بارك. واحد واحد في حبه تبارك الله تبارك الله. شحال كتقول هنا اخويا؟ 41 اللي عاطينا اخويا تبارك الله 41000 الاخوان 2050 درهم. شحال فيها من راس هذه اخويا؟ شحال من راس؟ 13 راس تبارك الله اغلى من تبارك الله زينه وثمن الاخوان راكي اللهم بارك. ودير شوي ديال الخير واحد في حبه الاخوان بارك. هاي نبين الحبه هاي لا صافي شي. واش باعت ولا مازال هذه خويا؟ مازال خويا. حسبت لي مرسومه. تبارك الله تقريبا اخويا راه تباعت غير معكسين على ذاك التقريب اللي فيه الحبه ومعكسين عليه. قال لي لا تحيدي لي، قال لي الاخر لا ما نحيدش لك. والله يسخر اش كاين يا اخويا. تبارك الله الاخوان اللهم بارك الاخوان اغلى اخوان تبارك الله راس السوق ديال اليوم الاخوان اللهم بارك. السلعه كي دايره تبارك الله الثوب والقرن اللهم بارك. والدمع لكم امام الاخوان تبارك الله كما كتشوفوا الاخوان سلعه تبارك الله كامله غير مفحال هي اللي بغي فحال تبارك الله اللهم بارك المليح تبارك الله. خويا صلاح كي داير لاباس عليه؟ هاني نهارك مبروك اخويا وجمعه مباركه عليك. شحال الخير اخويا صلاح؟ عطينا 75 75 تبارك الله 75 الاخوان تبارك الله اللهم بارك مليح على غنم الاخوان تبارك الله 3750 درهم. ست الخرفان ملاح تبارك الله فحالي الاخوان تبارك الله اللهم بارك. صراحه الاخوان كاين مليح ما شاء الله ما كتشوف خرفان اللهم بارك. جمعوا اخويا جمعوا معاك الله يحفظك تبارك الله كاين مليح تبارك الله. كاين الدمعة لكم امام الاخوان صراحه والمليح. خويا صلاح تقول النمر ديالك اخويا ولا ماشي واحد؟ قول النمر اخويا 076 73 83 00 الله اخويا اللي بغاهم بغا شي واحد فحال راه يبيعوا لي تبارك الله يا اخوان اللهم بارك. كما كتشوفوا الاخوان دائما اللهم بارك نقولوا في اي فيديو الاخوان اللهم بارك تبارك الله وحسلي على الاخوان. كما كتشوفوا يعني الثمن شويه راه كاين في السوق وبالنسبه للبيع شويه راه ثقيل فاش كاين الثمن والناس كتسنى كترجع على الله والله يدير الشاول ديال الخير اش يكون الاخوان الله يدير الشاول ديال الخير وصافي. كنشكركم الاخوان تحيه لكم صراحه تحيه لكم وكما كنتم ما غنكونش انا الاخوان صراحه انتم اللي كتخلوني نكمل. بالحاج كي داير لاباس عليك؟ جمعه مباركه اخويا الخير تالينا اخويا تالينا الخير 35 و500 اللي عاطينك 35 و500 الاخوان تبارك الله 1775 درهم تبارك الله. شحال فيها من الراس هذه؟ 15 راس تبارك الله اللهم بارك. كما كتشوف الاخوان 15 راس تبارك الله سلعه تامن الاخوان كما كتشوفوا راه كاين تامن شويه الله يدير تو ديال الخير وصافي. قول النمره بالحاج لا بغا شي واحد لا بغا شي واحد الصليعه قول النمره ديالك 06 67 22 85 98 الله يسخر تبارك الله الاخوان اللهم بارك. شويه تبارك الله المليح كاين الاخوان اليوم هو التمن راه كاين التمن الاخوان كما كتعرفوا كاين التمن هو المليح كاين تبارك الله. حسلي على الاخوان وحتى سبعه الخرفه اللهم بارك تبارك الله. خويا دير لاباس عليك شحال الخير اخويا؟ هذا ديال 32 ديال رشيد 32 باعهم ولا مازال؟ مازال 32 عاطينو 32 الاخوان 1600 تبارك الله سبعه الخرفان تبارك الله كاين المليح والتمن الاخوان كما كتعرفوا لا تبارك الله اللهم بارك. كما كتشوفوا الاخوان تبارك الله الثمن كاين والمليح راه كاين تبارك الله. وسلعتي ديالك يا خالد؟ سلعتي ديالك؟ يلاه على السبب ياك. شنو عطيتك هنا؟
عاطينو 17 اللي عاطينو تبارك الله 17 الاخوان اللي عاطينو اللهم بارك لا تبارك لا لا تبارك الله 17 اللي عاطينو الاخوان اللهم بارك شحال فيهم الراس كاينه 18 اخو 18 راس تبارك الله مرحبا غادي النمر ديال ضروري مرحبا تبارك الله اللهم بارك قول النمر ديالك اخويا بغا نشوف 07 03 75 57 94 اللي بغا مع الاخوان مرحبا تبارك الله الاخوان اللهم بارك ها الست الحوليات هذيك راه معاهم مرحبا قول شحال من وحده كاينه سته هذه المرسومه من الدار ياك بالخضر تبارك الله شحال هما بعتيهم انتم؟ لا شاريين شحال؟ عاطينا دابا فيهم 18 و 500 الاخوان تبارك الله 925 18 الاخوان 925 22 الله يسخر تبارك الله راه كاين اللي مليح لا كاين اللي مليح وزين زيد مراسم اخويا حاج شويز والله يسخر تقول النمره ديالك بغا نمشي واحد حنا اللي بعتينا الله يسخر علاش شد واحد اخو قول النمره النمره ديال حمزه ياك عندك انا ما عنديش صراحه كاين النمره ديال صاحبه ديال حمزه ديال سلعه حمزه راه اخو 07 01 65 45 14 الله يحفظك اخو حمزه